إحصاءات مفزعة تكشفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن تضرر المدارس نتيجة الحرب على قطاع غزة، حيث بلغ عدد مدارس غزة قبل الحرب 797 مدرسة، منها 442 حكومية و284 وكالة و70 مدرسة خاصة. رياض الأطفال قبل الحرب بلغ عددها ما يقارب 430 مدرسة وتم تدمير نصفها. أما عدد المدارس التي هدمت أو تضررت فبلغت 286 مدرسة حكومية و65 تابعة للوكالة تعرضت للقصف والتخريب، مما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة و40 تعرضت للتدمير الكامل. أما عدد المدارس التي تحولت لمناطق نزوح وإيواء أكثر من 154 مدرسة حكومية، وأيضا بالنسبة لعدد طلاب المدارس فبلغ ما يقارب 625 ألف طالب قبل الحرب. وبالنسبة لعدد شهداء طلبة المدارس فقد بلغ أكثر من 5000 طالب شهيد وأكثر من 8000 إصابة. وشهداء صفوف المعلمين أيضا بلغوا 251 معلم وإداري استشهدوا و846 إصابة. أما بالنسبة لعدد الاعتقالات منهم فقد بلغت 73.